للتعليق أكثر على تزايد جريمة الاتجار بالأعضاء في العراق في ظل جهود ضعيفة من قبل الحكومة بمكافحة الجريمة، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أهلا بك سيد لبيد. بداية، السلطات الحكومية تلقي القبض على عصابة للاتجار بالأعضاء في التأميم، ما هو حجم جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في العراق مقارنة بما يعلن على حد ما تعرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك. بالتأكيد حجم الجريمة أكبر بكثير من المعلن، هذه مسألة طبيعية، ليست كل الجرائم يتم السيطرة عليها والقبض على المجرمين، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نحن نعلم بأن الحكومة لا تستطيع أن تعلن عن الأرقام الحقيقية للمجرمين أو لهذه العصابات، لأنها لا تريد أن لسمعتها أن تنحط أكثر مما هي عليه من الانحطاط الذي هي عليه الآن سمعة الحكومة العراقية، ولا سيما وزارة الداخلية ووزارة الصحة، لأننا نعرف بأن هاتين الوزارتين هما حكر لميليشيات أو لأحزاب معينة. فوزارة الصحة كما نعلم هي حكر للتيار الصدري، ووزارة الداخلية لجماعة بدر وأخواتها. لذلك نحن نتوقع بأن الحجم أكبر بكثير من ما هو معلن للأسف. وزارة الداخلية تعترف حاليا بانتشار الجريمة الإلكترونية بشكل كبير، كيف ترى جهود الوزارة في مكافحة جريمة الاتجار بالأعضاء التي في كثير من الأحيان تتم عبر استدراج الضحايا عبر الإنترنت؟ لماذا غابت المراقبة؟ بالتأكيد هو الإنترنت أحد الوسائل والقنوات التي يستخدمها السماسرة الذين يبيعون أو هم الذين يسهلون عمل العصابات التي زاد عددها عن 30 عصابة لحد الآن مرصودة. هذا العدد المرصود، بالتأكيد هناك أكثر من هذا العدد من العصابات. الإنترنت هو أحد الوسائل، لكن هناك وسائل بالحقيقة أخرى هي أكثر شناعة وأخطر من الإنترنت. هذه الوسائل تتمثل بالعصابات التي تختطف الناس وتغيبهم. هناك عشرات الآلاف من المغيبين تم تغييبهم بعدة مناسبات، من بينها الحرب الطائفية التي قامت في العراق على مراحل متكررة، ونحن نعلم بأن هناك أكثر من 10,000 مغيب تم خطفهم من جرف الصخر ومن الفلوجة والآخره. هؤلاء يتم التلاعب بأعضائهم، بالإضافة إلى المعتقلين بدون ذنب أو الذين انتزعت منهم اعترافات ويقبعون في السجون الآن. هؤلاء يتعرضون أيضا لعملية سرقة الأعضاء أو ابتزازهم من أجل سلبها. نعم. سيد لبيد، هناك من يربط الجريمة بالانفلات الأمني، أي جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، في الوقت الذي تتاجر فيه الميليشيات في كل شيء وتنتهك كل شيء كما تعلم. هل من علاقة بين الميليشيات والاتجار بالأعضاء البشرية في العراق؟ لا سيما وأن تقارير حقوقية ذكرت ميليشيا جيش المهدي بالاسم، مستشفيات بعينها تتم فيها هذه الجريمة أيضا. نعم، نحن نتذكر مصطلح الجثث مجهولة الهوية. هذا المصطلح برز على السطح بعد الاحتلال مباشرة، ثم تبلور بشكل أكثر في عام 2005-2006. وفي ذلك الحين لم يكن هذا العدد هائل من الميليشيات. كان هناك الميليشيا الرئيسية المعروفة والمشهورة هي ميليشيا جيش المهدي. وبالمناسبة جميع أو معظم الميليشيات الأخرى هي ولدت من رحم جيش المهدي. الذي انقسم على نفسه عدة مرات، ومن بين هذه الميليشيات نتذكر عصائب الحق تبع قيس الخزعلي الذي كان ضمن جيش المهدي. هذا الجيش أو جيش المهدي الذي فرخ هذه الميليشيات كان هو المشهور في مسألة سدة الثورة، في الجثث التي كانت تلقى على السدة في الثورة، ولا تزال هذه الجثث، هناك عشرات بل مئات الجثث مدفونة ولا يعرف مكانها بالضبط في هذه المنطقة. هذه الجثث المجهولة الهوية تم إفراغها قبل أن تقتل، تم إفراغها من الأعضاء التي يمكن أن يتاجر بها في ذلك الحين. الميليشيات، قرأنا عدة تقارير في عام 2016 عندما ظهرت ظاهرة النازحين بسبب الحرب الأهلية أيضا، أو الحرب على داعش،
وما بعدها. النازحون كانوا بالحقيقة مصدر ربح للعصابات التي تاجر بالأعضاء البشرية. نعم. الميليشياويون يساومونهم. نعم. ويبذلونهم ويغرونهم بالمال، وهناك حاجة مالية كما نعرف، حاجة مادية واقتصادية لهؤلاء الناس النازحين، فيتم استدراجهم وسلب وبيع أعضاء من أجسادهم للأسف. من مالمو كنت معنا عبر الهاتف عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لك.